أهلا وسهلا بكم في الحلقة الخامسة من دورة التريكو سنارتين. بتشوفوا أحيانا هذا الرسم بالبترونات، هو عبارة عن غرزة معكوسة. هلأ بدنا نشتغله. أنا بلشت شغل سادة مشان ما يلفلف معنا الشغل، عبارة عن وش وقفة، قطب وش وقفة أو غرز وش وقفة. أول قطبتين ما لح أشتغل فيهم شي. هي من رسمات البيترون، شو معناتها؟ معناتها قطبة نشتغلها وبعدين نشتغل الثانية على دور على الوش. يعني هلا اللي أنا رح أعملها أول مرحلة دغري، هي القطبة منكبرها شوي، نسحبها، نشتغل هي القطبة أول ونرجع نشتغل القطبة الأولى. رح أعيدها نفسها بس رح أعمل فاصل بيناتهم قطبتين، بس رح أشتغلها بطريقة تانية. يلي ما بيقدر بيقيم القطبة على سنارة أو إبرة إضافية تشتغلوا هاي القطبة، بترجعوا هاي على السنارة نرجع منشتغلها. هلا بدنا نعمل القطبة الثانية. الغرزة الثانية أو القطبة نعمل فاصل، بدنا نشتغلها من قفا الشغل. هلا بقلكن ليش، وحدة بنشتغلها من الوش وحدة من القفا، كمان بنوسعها شوي بنرجع بنعمل الأولى. يعني دايما بنشتغل القطبة الثانية بعدين بنرجع للأولى. كمان اللي ما بيقدر بيقيم هاي على سنارة إضافية نخليها على وش الشغل. هي لأنه القطب قليلة يعني ممكن نحن دغري نشتغله. نوسعها شوي نرجع القطبة الأولى. منكمل هدول القطبتين. أول غرزة وقت نشتغلها على الوش تتجه القطب هدول على طرف اليمين، والغرزة الثانية بتتجه على الشمال. لحنا هلأ شو رح نعمل؟ رح نحط قطبة من أول غرزة تبع اليمين وقطبة من تبع اليسار، بصير عنا بتسكروا، بصير عنا يعني أول دور بيتجهوا يلي بتتجه على اليمين بنحولها على اليسار واللي على اليسار على اليمين، بصير عنا مثل معينات صغيرة. هي كمان رسمة بسيطة ممكن تعملوها يعني تستفيدوا منها بكتير شغلات. بس هلأ بدي اشتغل دور القفا سادة. كيف هلأ الطريقة؟ هاي نفسها اللي احنا عملها من هون، نفس القطعة يعني الغرزة. اكيد هلا انتو عرفتوا انا شو عم اعمل. القطبة وقت بشتغلها قبل بتميل معي على الطرف اليمين، ودغري القطبة اللي بعدها نشتغلها من قفا.
بصير معنا قطبة على اليمين وقطبة على الشمال. بالدور الرجعه القطبة هي بنشتغلها بتتجه على الشمال وهي على اليمين. انا ما رح كمل الدور، رح ارجع دغري هلا. نشتغل دور القفا سادة بهالطريقة. نعمل أول شي هاي هلأ، هون بنشتغل القطبة هاي على الوش مشان يسكر معنا المعين الصغير أو المربع. نوسع شوي، بترجعوا بتشتغلوا دور الأفسادة بتطلع معكم بهد. كل الأدوار بتعملوها مثل معينات صغيرة. مشان شغل الجدولة أو الظهيرة رح نبدأ أول شي بهذا البترون. بتشوفوا هاي الرسمة موجودة كتير بالبترونات، خاصة وقت بيكون في كنزات أو طاقيات. هون انتو بتحددوا يعني هي الجدلة بيعملوا لها على الاطراف حواجز، يعني اول قطبة هاي بتعملوها قفا، بس انا هلا ما رح اعملها لانه انا بدي اعلمكم بس كيف بتعملوا الجدلة. رح نقلب ثلاث قطب فوق ثلاثة، انتو فيكم تعملوا اربعة خمسة على حسب ما بتحبوا العرض تبعها. ننقلهم على سنارة أو إبرة أو أي شيء عندكم، ثلاث قطاب أو أربعة، تشتغلوا هدول الثلاثة. طبعا الشغل كله سادة على دور الوش. واحد، اثنين، ثلاثة. هدول القطاب بنرجعهم على السنارة. بنشتغله هلا. احنا هيك عملنا الجدله طبعا، بس ما رح تبين الا مع نشتغل كام دور ورا الجدله. انتو بتحددوا مثلا بدكم اياها طويله بتعملوا دوار كتير، بدكم اياها وقفها بعض دغري مثلا كل ست سبع دوار بتعملوا جدله، او ممكن كل ثلاث، انتو على حسب ما بتحبوا تكون طويله او قصيره. بتشتغلوا ثلاث اربع ادوار بتبين، بترجعوا بتعيدوا نفس الحركه، بصيروا بينجدلوا عندكم. رح اشتغل هلا ثلاث اربع ادوار وارجع لكم. اشتغلت انا كام دور وضحت. مثل ما قلت لكم الغرزه اللي هون انتم بتعملوها قفا، يعني اذا عم تشتغلوا الادوار على الوش بتعملوا قطبه هون قفا مشان الجدوله تكون محصوره بين القطبتين هدول. البترون الثاني للجدولة نفس الطريقة الأولى، بس هذا بيجي بالاتجاه الثاني. هدول مشان تحديد الجدلة. بعد ما بنعبيهم بسنارة إضافية نشغل الثلاثة يلي هون.
ممكن مثل ما قلت تعملوا 4 5 قد ما بتحبوها عريضة. نرجعون على السنارة. وأي قطبة بتفلت من السنارة ممكن نكر ونرجع نعيد بكل سهولة. هلا أنا جدلتهم بس ما رح تبين لحتى نشتغلنا شي دورين ثلاثة. كمان الشغل كله سادة، وش قفا وش قفا. شفتوا الفرق؟ هي بتتجه على الاتجاه الشمال وهي بتتجه على اليمين. ممكن أثناء الشغل تحطوا الطفيرتين هي قدام هي، بيطلع كمان عندكم موديلات كتير حلوة. أتمنى يعجبكم هذا الشرح. لايك للفيديو، لايك لصفحتي على الفيسبوك، اشتركوا في قناتي على اليوتيوب، وزوروا موقعي المدونة المحترفة. إلى اللقاء.